ساحة التحرير 11/6/2020. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي وجد بشاشة الرافدين لمعرفة آرائكم حول المواضيع اللي نطرحها. أي شخص يحب يتصل بينا بالبرنامج، أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة، عندكم هذا الرقم مخصص إلى داخل العراق، تقدرون تتصلون بينا على هذا الرقم إضافة إلى أرقام أخرى مخصصة إلى داخل العراق وخارجه، 3 أرقام ذني جوا تشوفوهن، تقدرون تتصلون عليه على أي رقم من ذني الأرقام 4 ونسمع آرائكم. أما هذا الرقم اللي تشوفوه هسه حاليا هذا رقم الواتساب المخصص لرسائل الواتساب. أعتذر شديد الاعتذار من السادة المشاهدين، ما أقدر أستقبل أي اتصال أو رسالة صوتية لأن ما أقدر أسمع رسالة صوتية عبر برنامج الواتساب. أتمنى تكون الرسائل مكتوبة ومتبوعة بأسماءكم ومكانكم حتى نقدر نقراها للناس اللي ما تقدر تتصل. بالنسبة إلى موضوع الحلقة، موضوع الحلقة اليوم، العراق اليوم بهواية مواضيع مهمة، بهواية أشياء تشغل عقل المواطن، بهواية أشياء تشغل الناس. من المواضيع اللي تشغل الناس هو موضوع النازحين. يعني احنا عندنا الفساد، عندنا السرقات، عندنا الحصة التموينية، عندنا الوظائف، عندنا الرواتب، عندنا الزراعة، عندنا الصناعة، وإضافة إلى كل هاي الأمور أكو هم كبير اسمه النازحين. أكو هواية من الناس عايشة بمخيمات، تهجرت من بيوتها وعايشة في أماكن مو مناطقها، وعايشة ببيوت وعايشة بمخيمات وكرفانات بعيداً عن مناطق سكنها، بعيداً عن أهاليتهم، بعيداً عن بيوتهم اللي بنوها. فنتيجة لبطش القوات الأمنية، لبطش الحكومة، لعدم رحمة المسؤولين والسياسيين والأحزاب والميليشيات بهؤلاء الناس. فأنت تخيل أنه أكو مواطن أو مجموعة من الناس وأهالي ساكنين بمحافظة في يوم وليلة يكتشف أنه محافظته اللي من المفترض أن يحميه هرب ودخلت له منظمة إرهابية وصار تحت حكمها، سوت ما سوت، ليفرح بعد فترة من الفترات أنه الحكومة وتسمي نفسها حكومة أنه قالت أنه أنا جاي أحرركم من الإرهاب ومن هاي المنظمة، أرسلت الجيش لتحرير الناس وتحرير رقاب الناس من الظلم. فاكتشفوا أنهم طلعوا من ظلم، طبوا بظلم أكبر. ليش؟ لأنه هم اللي اتحاسبوا ليش داعش طبت لهنا. ما شافوا الناس أنه قائد القوات الأمنية اللي انهزم اتحاسب، أو قائد الجيش اللي انهزم اتحاسب، أو اللي عنده أوامر بالدفاع عن تلك المدينة في تلك الفترة تحاسب، بس لما دخل الجيش مرة ثانية وقال أنا جاي أحرركم اكتشف أنه المواطن هو اللي راح يتحاسب. ليش؟ لأن أصبح المواطن هو المسؤولية الأولى في سقوط تلك المدن، وبعدها انقتل من انقتل وتهجر من تهجر، ومن تهجر راح بمخيمات، بخيم بالية ما تقي برد الشتاء ولا تقي حر الصيف ولا عنده حياة كريمة بمعنى كريمة. أول اتصال ويانا أبو وليد من بغداد، حياك الله. أبو وليد. ألو تسمعوني؟ ألو أبو وليد، إذا أمكن أنه تنص التلفزيون وتسمعني من التليفون أخويا العزيز. ألو. ألو تفضل أخويا. نعم. ألو. تفضل أخويا تعال الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا العزيز.
انا ابو وحيد عندي ما واحد مفقود من اولادي هو وليد. تسمعني؟ اسمعك اخويا. نعم. وما اعرفه وين ما وين راح مات ما اعرفه. نعم. ايه. الو. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو وليد. انا اعرف كلش زين انه الناس يعني اللي فاقده اولادها وفاقده عزيز عليها همها انه تلقاه، بس يعني يا ريت اليوم نحكي عن موضوع النازحين، لانه النازحين هم يعني هم من هموم الشعب العراقي. جبار من بغداد حياك الله. السلام عليكم اخي. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظك. البارحه شفت البرنامج مالكم كنتوا تحكون عن الرواتب والاستقطاعات. نعم. والحمد لله اليوم رجعت. الحكي يفيد ان شاء الله. جهودكم مباركه. أنا ممنون منكم وإن شاء الله يرجعون النازحين يرجعون المغيبين وإن شاء الله صوتكم يبقى عالي. نعم. وإن شاء الله تتحقق أمان العراقيين والله يخلصهم من الظلمة. أنا أشكركم وأتمنى لكم كل الموفقية. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك أخي العزيز. في خصوص النازحين، اليوم الناشطين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاغ اسمه رجعوهم. هذا الهاشتاغ هو في إشارة لإشارة واسعة من لشريحة واسعة العفو من العراقيين اللي هم النازحين اللي موجودين بالمخيمات في شمال العراق وفي شرقه وغربه، وفي الجنوب أيضا يوجد كثير من النازحين اللي تركوا مناطقهم وراحوا للسكن في مناطق أخرى وتهجروا من مناطقهم نتيجة لشيء هم لا دخل به. فالقضية وما بيها أن المشاركين بالحملة قالوا أكو مئات الآلاف من العوائل العراقية ما زالت مشردة بالمخيمات اللي تفتقر للحدود الدنيا من المتطلبات الأساسية. فأنت تخيل عائلة ببرد الشتاء عايشة جوا خيمة، أو عائلة بحر الصيف عايشة جوا خيمة وما عنده لا مصدر رزق ولا يقدر يوفي أي متطلب من متطلبات الحياة الأساسية لأفراد عائلته. من السليمانية عندي أبو منتظر، حياك الله. أبو منتظر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. على رأسي أخي العزيز، اريد من عندكم من قناتكم الكريمه يعني حالتنا، يعني صار لنا تقريبا 7 سنوات احنا مهجرين. نعم. يعني بهالتعب هذا والجو الحار والجو هاي شغله كورونا دمرونا، لا باب مفتوح لا يعني مجال يخلونا نطلع، حتى ومناطقنا هسه حاليا مسوينها محرم، يعني احنا اذا مهرجين نطلعوا قطعوا خارج البلد وحتى واحد يشوف طريقه. بالله عليك صار يعني 4 سنوات لحد الان بيتك ما شايفه ولا شايف منطقتك، وفوقها كل بيوت مفلشه ومنطقتك سواها محرمه. منطقتك محرمه يعني انت ما يخلوك ترجع لها؟ ما يخلونا ترجع لها، واذا ترجع هناك للمنطقه أيه. يرتكبون عليك اقل شيء تدفع شده شتين يلا تطلع والله زين هو انت داعش. واللي ما عنده كل شيء اما يعني اغلى شيء يدفع له شده شتين يلا يطلع من الحكومه، مو حكومه هاي عصابات يعني مو بس عصابات هم الحكومه داعش، والله داعش منين يجي؟ هو يجي الحكومه سوت هذا الشيء. نعم. فاحنا نطالب من الحكومه اذا عندها غيره وتخاف على اطفالها وعلى اخوتها يدهقون علينا هالحر هذا، والله كتلنا يعني صار 7 سنوات بالخيمه شادر مال بلاستيك نايم جوا، يعني شنو بشر؟ احنا يعني اذا مو بشر قول مو بشر، والله يا عمو مو بشر اللي ينام جوا شادر بهذا الحر هذا، والله يا عمو مو بشر. نعم.
فاحنا نطالب من الحكومه تشوف لنا حل. نعم. تشوف لنا حل يا ابي، تقول لك شنو والله يعني عصايب ما شنو مانعين العوائل هكذا، هاي عوائل انت يمكن ما طاب المخيم مال بالبغليف بالاقليم اقليم كردستان شايفه ايش قد عوائل الاف مؤلفه، يعني حتى اذا واحد خطا هاي العوائل شنو ذنبها؟ هاي قبل اسبوع اربع خيام احترقت، حتى الاطفال راحت احترقت بيها، يعني خلي واحد يخلي مخافه الله. نعم نعم، شكرا 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 لك ابو منتظر، ورسالتك وصلت ان شاء الله ويسمعوك. ام عامر من الموصل حياك الله. السلام عليكم. يا عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخوي احنا على مود المغيبين والمفقودين. نعم. اخوي هاي مثال ست سنوات كل شيء ما نعرف عنه، يعني هاي ادري هذا رئيس الجمهوريه ايش راح يسوي للعراق. اي كاظم العالم استبشر منه خير، استبشر منه. نعم. ليه ما تنظل يعني هيك، احنا ليه ما تنظل؟ وين نروح؟ للمن نعطي وجهنا؟ للمن نشكي؟ للمن نطالب؟ خلي يسوونا حق كافي، يريد ولدنا كافي كافي، والله ملينا والله ملينا. كل من يجي ما يرحم، كل من يجي ما يرحم العالم. ارحمونا دا الله يرحمكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني نعم شكرا. يدوس وطن صوتنا يا أخي، كافي ظلم، كافي كافي. خلي ينطونا ولدنا ميتين طيبين، بس ينطونا خبر منهم يا أخي. نعم نعم شكرا 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 لك أم عامر. أبو فيصل من السعودية حياك الله. أبو قاش الله مساء الخير أستاذ. مساء الأنوار. تحية لك وتحية للقناة وتحية الكادرة والمشاهدين الأعزاء والمتصلين. أستاذ بالنسبة لمعاناة النازحين والمقصوفين لم تحل في ظل هذه العطاء إلا بسقوط هذا النظام، لا حل مع العراق نهائيا. هذه الحكومة هي حكومة طائفية، وأكبر دليل نفس عبد المهدي، هذا نفس النهج ونفس الإجرام، وكلما تكلم بالمرجعية الرشيدة، تسمى المرجعية الإيرانية في النجف، هذه تسميها الرشيدة، وهذه هي شريكة بدماء العراقيين من أول يوم. وبعد والعراق لا سيادة له أصلا، العراق من أول دخول الجيش الأمريكي أول جندي دخل هو انتهت سيادة في العراق. بالنسبة للمرجعية فالمرجعية شريكة بالجريمة بالعراق، فلا يترجوا أهل المناطق الغربية من هذه الحكومة أي حل، لا يفكر. وهذا النظام نظام فاسد، لا يستفاد منه النظام، لا بد من إسقاطه ومهما كلف الثمن. وتحية لك. حياك الله. أم محمد من الموصل حياك الله. أم محمد يبدو أن الاتصال يا أم محمد انقطع، نتمنى منك يا أم محمد تتصلين بنا مرة ثانية حتى نسمع رأيك بموضوع عودة النازحين ومطالبات الناشطين والمغردين بإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ رجعوهم. المشاركين بالحملة قالوا أنه مئات الآلاف من العوائل مثل ما قلنا عايشين بمخيمات تفتقر إلى الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة الإنسانية، أو عايشين بين أنقاض وهياكل مباني ما تصلح أصلاً أنه الواحد يعيش بيها، لأنه هي بعدها ما كاملة للعيش، وهم كلهم يعانون من ظروف يعني قاسية جداً. هاي العوائل بدها تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، من انعدام المؤن الغذائية، تفشي الأمراض بيناتهم، لأنه ما مسموح ليخرج من المخيم أو ما عنده المقدرة المادية حتى يعالج ابنه أو بنته إذا واجهته أي طارئ أو ظرف صحي. إضافة استفحال وباء كورونا بالعراق في الفترة الأخيرة، وهي جائحة التي اجتاحت العالم كله مو بس العراق. هذا كله يعني خصوصا مشكلات الصحية والتعليم، أكو تحديات مجتمعية ده تواجه النازحين، لأنه يا أما انقطع عن أهله، يا أما أهله يتوقعون أنه هذا الشخص مفقود أو هاي العائلة مفقودة وهو بالمخيم موجود وما أكو أي اتصال بين الطرفين. وأيضا أكو مشاكل اقتصادية، لأنه هو مو قادر
يعمل ويوفر يعني اساليب الحياه الكريمه لاولاده. ام محمد من الموصل رجعت لنا، حياك الله. ام محمد تسمعيني؟ ام محمد يبدو أن أم محمد مدى تسمعني أو مدى وصلها الصوت أو الصوت بمشكلة. شكرا جزيلا لك أم محمد. فاطمة من الكويت، حياك الله يا فاطمة. السلام عليكم يما. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يوم يما أبي العشاء خذلوا الشباب، العشاء خذلوا الشباب، الله ينتقم منهم. قوموا المنطقة الخضراء أصابة، وين امك؟ عصابه ايرانيه تبي سلاح، قوموا انتظروا جيش، ابي جيش يدخل عليها دخله المنطقه الخضراء، دخله جيش لا بسلمي ولا غير سلمي، ادخلوا لها بسلاح وجند الرحمن معاكم، صدقني وجند الرحمن معاكم، ادخلوها بسلاح، ادخلوهم ادخلوهم، والله ما يقعد منهم الكلب، الكلب ما يقعد منهم، المالكي وامثاله، عادل عادل مهدي جاي يهلف، طب للكويت يهلف، يقول يا الكويت تعال تعالوا خذوا التبانه من العراق، بس ايران لا تنضرب، وش دخل الكويت بالعراق بايران؟ عويد البعد موجود عندكم وين بسلاح؟ حبايبي بسلاح قوموا لهم بسلاح، ابي منكم بسلاح، تدخلون عليهم دخله عصا ومقوار وخنجر وبندقيه، ادخلوا عليهم دخله قبلكم الصحابه، زادكم الصحابه سووا عندكم ايهم؟ السيستاني، السيستاني كان كلب مكحل بظل علي، بظل السيستاني، الحين السيستاني عندكم وين؟ جروا من حطوا اعصاب تحطوها برقبته وجروا، حرمة جرة، وين الحرات؟ وين بنات الملحة؟ وين غدا؟ وين غدا؟ ابي بنات الملحة يدخلون عليه دخلة يجرنا، والسلام عليكم. شكرا شكرا لك. احمد من بغداد حياك الله. أحمد يبدو أن الاتصال ويا أحمد انقطع، أتمنى ترجع تتصل بينا. أم محمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم عيني. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني هذول قاعدين بالخيم وعافوا بيوتهم وهجولوهم، يعني الكاظمي يمن يروح يقطع الرواتب مال المتقاعدين، خلي يروح يشوف هذول صار لهم 7 سنين متهجرين ومتبهدلين هم وجهالهم، وحصر عليهم اللقمة والحمامات بهذلة على ياسات، خلي يروح يشوف يستطلع، هي كلها مؤامرة يوميا، مددين الحظر يوميا على مود ما حد يطلع مظاهرة، هي مبينة الشغلة زين، يقطع الرواتب على ياسات، خلي يروح للخيم، خلي يروح لهذول النازحين خطية، خلي يروح، خلي يروح يشوفهم، يشوف حالهم، يشوف بهذلتهم، يشوف الطين، يشوف المبردات ماكو، كل شيء ماكو، خلي يروح، خلي يروح، مو يقطع الرواتب مال المتقاعدين، خلي يروح على الروس الكبار، خلي يروح، مو يجي على المتقاعدين، خلي يروح على النازحين هذول الشابعهم الضيم والقهر والشمس ترقع بيهم. نعم. حرام عمي حرام، كافئات الكاظمي اساسا، هم الكاظمي اساسا احنا ما نريده، خلي يسوي شيء بخير، خلي يروح على السجناء يطلع السجناء، يطلع العالم يعطي الناس اللي ما عندها، شنو يقطع التقاعد؟ والله خلي يروح على رفحه، خلي يقطع التقاعد مال رفحه، مو كل شهر يعطوهم ملايين مليارات يعطي الرفحه، زين وطلع خطاب والله احنا رفحه ورفحه، زين يا رفحه لعد شنو الشعب العراقي هناي؟ شنو من 2003 بهدلتونا؟ زين ليش هجرتونا كترتونا؟ كافعد كافي كافي اللي هنا وبس، والله متحسفين لهم حفله، والله العظيم لنسحى لهم سحل، والله العظيم زين كليتهم مريضهم شنو عقلها؟ زين
اخاف عبالهم يوميا مددين الحظر يوميا واقول لك سالفه سيد محمد عيني استاذ محمد ترى مال كورونا مكرونة ترى كله كذب ترى ناس هناية والله عظيم مستشفى شهيد عدنان ناس تشتغل يدفعون فلوس رجال كبير وهاي يعني ايش اقول لك يعني شغله موثقه تعطي 8 ملايين زين للناس تعطيها يقول لك بي كورونا يسجل كورونا ويروح يدفنه خارج معقوبه زين كلها كذب على مود يسجل الرجال الكبير المراه الكبيره زين المدعوم هاي يسجل كورونا ويعطون لاهل العائله يعطوهم فلوس يقنعوهم خل اقول لك هاي السالفه نعم لا كورونا ولا هم خايفين شكرا وصدقني والله العظيم يا استاذ محمد وهاي الشغله موثقه زين بمدينه الطيب الطب العدلي يعطوهم فلوس ويسكتوهم بحساب مسجل كورونا طيب شكرا شكرا جزيلا لك محمد بس عندي متصلين كثير حتى استقبل اكبر عدد بالبرنامج ابو محمد من الموصل حياك الله ابو محمد الو الو تفضل اخوي الو السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام ابو حمزه من الموصل نعم صحيح نعم ابو حمزه تفضل انا اسف مساء الخير وتحياتي لكم والكادر الغيات مساء الانوار لكل عراقي شريف اسمعت لو نعم مساء الخير عليكم تحياتي لكم جميعا حياك الله اخوي العزيز اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تناد نعم تحياتي لكم ولكل عراقي شريف من الشمال الى الجنوب نعم حياك الله أريد أسألك سؤال من خلال قناتكم وأسألكم نعم يشوف هسه ويسمع أكو بيهم واحد يشوف أطفال بهاي الحالة ويسكت أكو واحد منهم يقدر يقطع وارد عن أطفال بهاي الحالة بيهم واحد ابن حلال فوق الناس بهاي الحالة بهذا المخيمات أكو إرهابي يقبلها على أطفاله هيك بس قل لي إلى متى العراقي يطلع من مؤامرة ويدخل مؤامرة يعني إلى متى بس قل صبرا يا عراقيين أكيد الله موجود ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وعلى كل خبرك الداعش ومقتل العراقيين الضباط والشرطة والموظفين وأنا متأكد كل أحد لعب هاي اللعبة له يوم الله الهم بالمرصاد وشكرا والسلام عليكم شكرا شكرا لك أبو حمزة وعليكم السلام من هولندا محمد حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام تحية لك أخواتي القناة الشريفة حياك الله أخويا مشاهدين جميعا طبعا نعزي أنفسنا ونعزيكم ونعزي العراقيين جميعا باستشهاد الكابتن علي هادي حقيقة انتقل رحمة الله بوباء كورونا واني بس حقيقة إذا تسمح لي هو قبل أسبوع طلع على قناة دجلة انتقد الحكومة والإجراءات الصحية اللي سووا يعني قاموا بها باتجاه كورونا وحكى على الأحزاب وانتقدهم وقبل يوم كان المستشفى بصحة زينة يعني كان يتحرك فأنا أطالبكم وأحذفكم دم الشهداء أفاتهم إذا أسمعني يسوون تحقيق استشهاد وقتل علي هادي إذا أسمعني أفاتهم نعم لأنه علي هادي قتل يعني كان قبل يومين بصحة زينة بالمستشفى طيب وكان حتى يسوي حلقات رياضية وصلت فيما يخص حلقة البرنامج حبيبي أفاتهم نعم هلو. أنا قابلت مو برا أخي شنو موضوع الحلقة؟ عن النازحين. النازحين يا أخي يعني كارثة هاي التصريف العراقي يعني ما صارت تاريخ العالم حتى الحرب العالمية الأولى والثانية ملايين المفروض الحكومة ترعاهم يعني وثلاث أرباعهم يعيشون هسه تعرف الدنيا حارة والوضع الصحي كلش يعني والكورونا ما دايرهم بال هم أصلا يموتونهم هذول ضحايا ومفروض يعني يكون منظمات الإنسانية
تتفقدهم، والعراقيين يعني اللي يقومون بتبرعات الحكومه ما ترعاهم، تعتبرهم يعني من اهل السنه وتعتبرهم ارهابيين، يكونوا صريحين يعني اخذها. يعني فلناشد المنظمات الصحيه والانسانيه ان تقوم برعايتهم وتفقدهم اخذها يعني. واطالبكم مره ثانيه ان تسوون تحقيق. طيب الكابتن على هذه اخي، تحيه لك ولهم مشاهدين جميعا. حياك الله اخوي العزيز. مشاهدينا الكرام، يعني في التقرير اللي بايدي حول موضوع النازحين يقول وفقا للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب انه اكثر من 1.5 مليون انسان نازح ومهجر قسرا ما زالوا يعيشون في قلب المعاناه في مخيمات تحولت الى ما يشبه المعتقلات، وبينما ذهبت المبالغ الطائله التي رصدت لاعاده تاهيل المناطق المنكوبة أدراج الرياح نتيجة الفساد والسرقات واستغلال الملف ضمن المساومات الحزبية. أم سعد من صلاح الدين، حياك الله. مليون ونص تسلوجة والأرمادي وعاف، هاي صلاح الدين عافت. أنا أوصل صوتي لمحمد الحسن، يطي أهل صلاح الدين قاعدين إيجارات، قاعدين ناس بالدين، وما عندنا حتى كل شيء، ما عندنا لا حول ولا قوة. يدير باله علينا. أوصيك محمد الحلبوسي، مصطفى الكاظمي، صلى الله منكم تحطوا لنا 1.5 مليون. ما أريد أكثر من هاي، أنتم تحطوا لنا 1.5 مليون. ملة تروح لنا. محمد الحلبوسي، مصطفى الكاظمي، أريد من الله منكم. بس. إجا عادل عبد المهدي بلا أمشة، أجي بلا أمشة، إجا المالكي بلا أمشة، وإحنا واقعين بها، بس عاد، أجي على العالم الواعدة، دعجو، بس عاد. نعم، شكراً 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 لك أم سعد. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم تواصل وياكم، وباقي أتمنى ما تروحون، فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج صوتكم. من بغداد احمد يرجع لنا، حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ رفل. نعم. استاذ رفل. نعم. الله يستهزئ بهم انهم يعمهون. نعم. يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان لهم يعمهون. الله عز وجل ما فعل به القرآن والميليشيات التابعه في ايران. نعم. في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم. أولئك الذين اشتروا الضلال فما ربحت تجارتهم وما كسبوا. الله عز وجل إنما فعله الحكومة الإيرانية والميليشيات بالفساد رسالتي إلى كل بلاد المسلمين، رسالتي إلى كل أحباب إنما فعل به والميليشيا على العراق في طغيانهم يعمهون. إنما فعلوا به بالنازحين والبيوت اللي دمرتها، والله عندي
عندي فتوى من دخلت ايران العراق، الفتوى شو تقول؟ كل المناطق السنيه دمه وقاله وعرضه، دمه وقاله وعرضه كل الدول، الدول الاسلاميه انما فعلته ايران. ابو احمد يعني تقدر تغير لي مكانك لان الصوت ابد صار مو واضح. استاذ رفع. نعم. انما فعله حكام ايران من شخص العراق الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم نعم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وهم بشهوة ولهم عذاب عظيم. بالنسبة لإيران في طغيانهم يعمهون لهم عذاب. الله عز وجل ما فعله هذه المناطق. أبو أستاذ أحمد أنا آسف منك بس الصوت دا يروح، اعتذر منك شديد الاعتذار، اتمنى تحاول المعاوده مره ثانيه لانه يعني اكو اشياء ما اقدر استوعبها وما اقدر افهمها. شكرا جزيلا لك. محمد من بريطانيا حياك الله. الله يحييك يا استاذ. هلا بيك اخوي. شلونك اخي؟ هلا بيك. والله بالله عليك مو عيب، مو يعني ما يخجلون ما يستحي. الو. نعم نعم. بالله عليك رئيس جمهورية إذا كان صدق عايش بأمريكا أو رئيس وزراء كان عايش في أوروبا ويشوف هاي المأساة يقبلها عليه وعلى نفسه؟ إذا صدق كان عايش في أوروبا. حادثة صارت عندنا في بريطانيا، عائلة لقوها تحت الجسر، البرلمان البريطاني انخبط على عائلة، عائلة وحدة تتكون من 3 أطفال وامرأة ورجل تحت الجسر، بكت في البرلمان البريطاني، بكت على عائلة. إذا عندك هسه أنت هاي الصور دا تنتقل إلى أوروبا ودا يشوفوها هنا البريطانيين دا يشوفوها والأمريكان في كل أنحاء العالم اللي يقولون عليها دول متطورة. إذا أنت دولة متطورة دا تدمرها بإيدك يا رئيس جمهورية يا رئيس وزراء، اخجل من هاي الصورة دا تنقل وأنت عايش في أوروبا كنت وتحمل الجواز. نعم. تحمل الجواز الأمريكي أو الجواز الأوروبي اللي أنت تقول هاي دول متقدمة، طور بلدك، طور شعبك، لا تخلي الشعوب دائما تصير غزو ثقافي. العراق انغزى غزو ثقافي أخي. لا. العراق فقد الأطباء العلماء، فقد كل إنسان ذكي كان في العراق. العراق دا يدمرونه غزو ثقافي، وهاي الحكومات المتعاقبة نفس الحكومات السابقة اللي حكمت العراق 4 سنوات وهي صارت مثل الفوتوكوبي، واحد يسلمها للآخر ويقول لك الميزانية العراقية سرقت، انتظروا 4 سنوات أخرى ويسلمها للآخر. إذن الشغلة بها هو تدبير العراق وتدبير اقتصاد العراق وإخراج العراق نهائيا من أي صناعة أو زراعة. وراح شوف هاي دول افريقيا صارت احسن من العراق، هاي دول افريقيا عندهم كهرباء ومي نظيف، غامبيا، غانا. لماذا احنا الدوله الوحيده اللي يقول لك ما شاء الله انت عندك نهرين دجله والفرات ما عندهم مي يغسلون؟ يا اخي عيب، كافي والله 17 سنه كافي. شنو هالمهزله؟ انت قاعد لي بالبرلمان مو تام، كنت بالخارج وطالع وشايف يعني والله الذره مال الخجل بعد ماكو صارت. والله قمنا نخجل نقول احنا عراقيين في اوروبا، نخجل قمنا. هاي صورة توصلنا خلينا نشوفها. يعني انتم حررتوا مدن، الميليشيات لماذا باقيه هناك؟ اكو ناس انغصبت ان تسلم انفسها للميليشيات او تنقتل. اخي ترى احنا نعرف كل زين اخي، اكو ناس سلمت نفسها، ما يقدر يرجع هذا الناس الا بامر من الاحزاب او من الميليشيا على مود لا ينقتل. فارحموا يرحمكم الله. زين لكم عيب شوي استحوا خجلوا. هاي صور دا توصل كل العالم دا يشوفها يقول هذا العراق. شوفوا هاي دول العالم الثالث اللي هو خيراته ونفطه، انت تقدر تسوي احسن دولة بايدك، تقدر تدمره وبايدك تقدر تطوره. والعراق اخي ما راح يصبح ما طول اكو هاي احزاب وميليشيات مستلمة العراق وفتاوي العراق. اقرأ علي صورة السلام وصدقني كل من يجي يقول لك سوف اعيد، سوف هاي سوف ما راح تجيب نتيجة.
وأنا أشكرك أخي. شكرا شكرا لك أخ محمد. منظمة العفو الدولية اليوم جددت دعوتها لكشف عن مصير المغيبين قسريا من منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار على يد ميليشيات الحشد اللي صارت في 3/6/2016. أبو أحمد من صلاح الدين حياك الله. أبو أحمد انقطع الاتصال ويا أبو أحمد. مثل ما قلت لكم منظمة عفو الدولية اليوم تطالب بالكشف عن مصير المغيبين قسريا في عام 2016 في الصقلاوية. وبأحدث تصريح لرئيس الوزراء المصطفى الكاظمي بشأن أحداث نينوى 2014 أقر بمؤتمر صحفي أنه سوء يعني أنه الفساد وسوء الإدارة والعنصرية والطائفية هي اللي خلت تنظيم داعش يسيطر على الموصل وعلى محافظة نينوى ولم يكن الأمر صدفة. احنا هنا راح نوصل إلى نقطة اللي هي سبب نزوح المواطنين العراقيين خصوصا أهالي الأنبار وأهالي الموصل وصلاح الدين وجرف الصخر وديالة نتيجة سيطرة تنظيم الدولة ما يسمى بين قوسين داعش على مناطقهم. إذا أنت تقول أنه الفساد وسوء الإدارة والعنصرية والطائفية هي اللي تسببت بسيطرة داعش، يعني أنت تقول أنه اللي قبلك واللي كان موجود بذاك الوقت بال2014 هو السبب. يلا حاسبة حاسبة ورجع حقوق الناس. أبو محمد من السماوة حياك الله. السلام عليكم، شلونك أستاذ أسد؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يخليك أستاذ أسد. أستاذ أسد، بالنسبة للنازحين بالمخيمات، نعم، دول الناس يعني شغلتهم طولت حيل يعني وشوفت ما لها حل لحد الآن، شنو السبب ما نعرف. نعم زين، احنا عتبنا على السياسيين بالمناطق الغربية اللي هم أهل الأنبار أهل الموصل، سياسي السنة البرلمان، إيه سياسي السنة. نعم. أو إحنا والله نعد نحكي هذا الحكاية هذه مال من ما حتى سيعيرونهم ويسمونهم سنة المالكي، والله عيب ما يخجلون سنة المالكي، وهو يا اللي تأمر على هذيك المناطق غير المالكي هذا الخائن الرذيل. نعم. اللي هو سبب نعشاة المناطق السنية هسه. زين دول شو كنت تشعرون بالخجل؟ وين ليش مهم مو انتم دول انتم اصلا اهل الوطنيه، انتم ناس انتم اكثر وطنيه من اكثر واحد وطنيا بالعراقيين هم اهل اللي جاي المناطق، ليش ما راح تزلم ديك البيها حظ؟ لا احنا ما نقول هم اكثر الناس وطنيه، كل الشعب العراقي خير وبركه، لكن يعني انت نحكيها بصوره صحيحه وبصوره افضل. انت ما تعتب فقط على سياسي السنه، خلينا نكون يعني صريحين. صحيح. سياسي السنه صحيح. وسياسي صحيح. شيعه كلهم على حد سواء، هذا ايش سوى لبن ديرته وهذا ايش سوى لبن ديرته. ايه انا هم جايك بالسر. نعم. فالوطنيين موجودين، انا ما اقول لك كل جنوب العراق بالوسط العراق وشمال العراق، لكن مغيبين وايضا نفس شغله السجناء المغيبين ايضا ما حد يخليهم. اللي يحكي من الجنوب يقول انا وطني، يقولوا له راس محضر له ثم يقولوا له انت بعثي. واللي يحكي من المناطق السنيه ويقول بالوطن وبالوطنيه ايضا يقولوا له انت ارهابي داعشي. نعم. هاي منتهي من عندهم. لكن ذولا يعني لازم عندهم نوع حس وطني، ذولا وصلوا للسلطه هسه بس واقف الناس حال المساكين. هذا قصدي انا. زين يعني يعني حتى بال 91 يا جماعه الخير من راحوا اهل ذول هسه الربح اللي ياخذون رواتب 38 مليار بالشهر، امس طلع ابو التقاعد يقولوا 400 مليون. يعني ذولا من مشوا اطهم صدام حسين عفو، ثلاث مرات اطهم عفو، راحوا وين الجو غير الجو للمملكه العربيه السعوديه بقتها وقعدوا بمخيم راحت. والله ثلاث مرات اطهم عفو ورجعوا لحد 98 يطهم عفو. ورجعوا معززين مكرمين ورجعوا الوظائف وما حد ثم خاشانوا خايفين يرجعوا. زين هسه ذولا ليش ما رجعوا من مناطقهم؟ ما نعرف شنو السبب، يعني ليش وقت؟ يعني نعم. شنو فرقهم عن اليهود اللي تعرضوا بالمحرقه النازيه؟ يعني نفس الشيء. ابد حالهم مثل حال ذولا. زين ذولا ما يتجرمون بعد يومين؟ يعني الحكام اللي يحكمون هسه العراق ما يتجرمون مثل ذولا اللي سووا مثل الإبادة التركية للأرمن مثل ما يقولون؟ يعني المحافل الدولية والأمم المتحدة وين من هاي الجرائم الجاية؟ المجتمع الدولي. نعم. نعم. المجتمع الدولي. نعم. نعم. شكرا 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 لك أبو محمد على هذا الكلام. ونرجع ونشدد إلى جميع السادة المتواصلين، نحن لا نزايد بوطنية أحد على أحد، جميع الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو
على حد سواء وكلهم أبطال، والدليل اللي دا يسووا المتظاهرين اليوم واللي سووه قبل، فكلهم على حد سواء. بالنسبة إلى برنامج الواتساب، السلام عليكم أستاذ، أنا أم محمد من أنبار، ابني معتقل مسجون بسجن التاجي، والبارحة موصل رسالة يريد بها مصروف، وإحنا فقرة ماكو لا شغل ولا شيء، ويبيعون علينا بطل المي ب5000، حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة أخرى موقعة من بنت الناصرية، اللهم احفظ العراق من شر من الشر، سلامي لكادر قناة الرافدين. رسالة أخرى، ارحلوا ارحلوا ارحلوا، من أنتم كي لا ترحلوا، أنتم من جئتم من وراء الحدود، أنتم من ثبت للمؤرخين والنسابين أنكم تنحدرون من أصول أجنبية، أنتم من قال عنكم أو من قيل عنكم سارقون، أنتم لصوص محترفين، أنتم من خان الأمانة، رحمك يا رب أنه البلاء الكبير. والرسالة تطول ما أقدر أقراها كلها. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ ولجميع المشاهدين ولكادر القناة. أخصنا الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فليظهر سيدنا عمر بن الخطاب ليقول مقولته الشهيرة ويكررها للعالم، التي أنطقها لتبقى نبراس للعالم. قبل 1444 سنة قال: إذا عثرت بغلة في الشام يكون عمر خليفة الإسلام مسؤول عنها يوم القيامة. ما عدل الطريق إلها اللي التي تبعد عن مقام عمر 42 يوم مسير بالإبل، يكون عمر مسؤول. أي شعور بالمسؤولية هذا للمسؤول والحر، تكفيه الإشارة لا حياة لمن تنادي أقزام الاحتلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أنا طالب أطالب بالعفو العام، وين رئيس الوزراء كذاب بس بيكذب، هذا لو عنده غيرة وشرف كان طلع السجناء. الله لا ينطيك مصطفى الكاظمي، حسبي الله عليك ونعم الوكيل. أنا أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية، خطية أخويا وجميع السجناء، والله تفنيكم فني يا حكومة. أنا أم أنس أو طالب بأخويا. رسالة أخرى، تحية لكادر الرافدين، نرجو من قناتكم إيصال أصواتنا إلى كل من يستطيع التدخل لإنقاذ أبنائنا المعتقلين، لأن والله وباء كورونا انتشر داخل السجون، يعني الغرفة الواحدة بها 80 واحد، حتى نوم ما لهم مجال ينامون، واحد نايم فوق الثاني، وباليوم يأخذون 60 واحد أو أكثر مصاب بكورونا. نرجو التحرك بموضوع السجناء، أولادنا يواجهون الموت بالسجون، نرجو من قناتكم إيصال أصواتنا، العفو العام هو مطلبنا. رسالة أخرى، السلام عليكم، عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة الكريمة، الله كريم دنيا دوارة، يجي يوم اللي منع المهجرين إلا يوم يصير بمكانهم، هاي قاعدة، اللي ذل عباد الله يجي يوم ينذل، الله كريم شدة وتزول، صدقوا أخوان المهجرين، هذه مقادير من الله ومسار مكتوب، العاقبة للمتقين نرى قريب ويرونه بعيد، الله أرحم الراحمين، ترجعون لدياركم إن شاء الله. السلام عليكم أخ أفل، نناشد أهل الغيرة والرحم ينطون عفو عام ويفرحون أهالي بحق محمد وآل محمد، أنا أم محمد وأتمنى أنه يشوفون شنو اللي صار، ما صار بولدنا بس رحمة الله قدامهم. رسالة أخرى يقول: لاحظوا هذا المقاتل كان يخرج مع إخواني المقاتلين في صفوف الحشد الشعبي المقدس للدفاع عن أرضه ودينه وعرض، مع ذلك لم يستلم أي مبلغ والله، ولكن جبرته غيرته الدفاع عن أهله، ومع ذلك كان يخرج من بيته مبتسم وعيناه تذرف الدموع فرحا. الرسالة طويلة جدا، عذرا ما أقدر. يقول: الشاب مظلوم وحكمه عليه 85 سنة. رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ، تحياتي لقناتكم المحترمة وياكم أم علي من منطقة المحمودية، من خلال قناة الرائعة أطالب بشي واحد، كل شيء ما أريد من الحكومة بس يطون عفو، محتاجين عفو عام، أكو هواية ناس حكم ظلم، وأني ابني حكم مجرد مشاجرة، حكم باطل بريء، موالي 96، وابني الكبير هو كان سند مالتي والوحيد، بس أطلب بالعفو والله راح أموت وأني ما شايفة ابني، وبأمر الوارد حكم بالسجن. السلام عليكم أستاذ أفل، سبب عودة الناس لمناطقهم وسرقة خزينة الدولة وهلاك العراق هم عدم عودة الناس، قصده هم حزب الدعوة العميل بقيادة المجرم نوري المالكي الذي طاله علينا على شاشة التلفاز بكذبة ودجلة بإخراج قوات الاحتلال الخزي والعار له ولحزبه العميل، مع تحياتي أبو عمار. السلام عليكم، أنا سجين سياسي وأتقاضى راتب واحد ولم يصرف راتبي التقاعدي لهذا الشهر ولم أعرف الأسباب، وأنا رجل مريض عمري 66 سنة، اسمي ذاكر اسم الرجال، ولكم جزيل الشكر والله لا يضيع أجر المحسنين وشكرا.
أبو مريم من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هؤلاء الفرس المجوس يرادلهم واحد مثل صدام حسين على مود يسوي لهم حد، بس ذولا جبناء أتوا إلى العراق على ظهور الدبابات الأمريكية وهذا دليل على أنهم جبناء. السلام عليكم، رجعت النازحين بكيف خامنئي وميليشيات إيران، حكومتنا ما بيدها شيء. رسالة أخرى، أكو واحد من هيت حلف وقسم راح على مستشفى هيت مريض هو، ودخل على الدكتور قال له أنا مريض جسمي وجعني ومسخن شوي، قال له الدكتور كل شيء ما بيك، بعد الفحص الدكتور قال له أريد منك شيء، قال له حاضر، قال له الدكتور أنطيك 500,000 دينار عراقي وأخذ فلوس وقول أنا مريض كورونا خلي الناس تخاف وما طلع من بيوتهم، قال له ليش؟ قال له أوامر من فوق إجتي. أوامر منين جتي؟ قال له من بغداد والرمادي. لا هاي الأوامر من إيران، خايفين لا محافظات الوسط تخرج بظاهرات الجنوب ويريدون العالم تظل ببيوتهم. الله وكيلكم، أي كورونا في الأنبار ماكو أو في قضاء هيتي، كلها أوامر، ومن قائد العمليات ناصر غنام أوامر من إيران، ورسالة جدا طويلة ما أقدر أقرأها كلها. السلام عليكم أستاذ أفل. أخ أفل، أنا أرجو من قناة الرافدين أن تتذكر ما حدث في زمن التسعين، غوغاء الحكومة، عادت كل الغوغاء اللي ديارهم بعد ما انتهت الغوغاء ما حد تعرض لهم. أبو عمر السامرائي، السلام عليكم، بس أريد أعرف هاي الحكومة من تحكي على داعش بأنه إرهابي ويقتل المواطنين، لعد الحكومة من تعتقل أبنائنا وتجعلهم يعترفون اعترافات مزيفة جراء التعذيب وتقتل المتظاهرين، يعني هاي الحكومة مو إرهاب؟ يعني داعش والحكومة نفس الشيء؟ الله أكبر، أولادنا بخطر كورونا وبخطر الحكومة وبخطر داعش، وأولادنا بالسجون بخطر الوباء والحكومة تتكتم عن الموضوع. السلام عليكم، أنا أم شهيد وأريد المشاركة بالبرنامج، أرجو جاوبوني. أنا أم شهيد من البصرة ساكنة بالأنبار، أرجو الجواب. أختي عزيزة تقدرين تتصلين على البرنامج، بس اليوم عذرينا، باكر دقي علينا إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، لأن حلقة اليوم انتهت، نلتقيكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.